أستاذ كريم سمير أحد الأهالي واللي تم بالفعل استلامهم أو استلم الشقة بتاعته. كريم باشا. نعم يا فندم. إزيك يا باشا؟ أهلا يا فندم. عامل السلام إيه؟ عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فندم تحت أمرك. طمني عليك، الأمر لله سبحانه وتعالى، إحنا اللي تحت أمرك. والله أنا أحمد الله على كل حال وعلى أي حال، الحمد لله رب العالمين. يعني الصراحة الناس ما فيش حد قصر معايا في حاجة الصراحة. طيب. أنا لسه مستلم وحدة سكنية دلوقتي. ها. وهو الحمد لله بالفرش بكله استلمتها، اللي هي فين بقى؟ في السلام كل حاجه. العلائي. الو استلمتها فين؟ قول لي استلمتها فين. ايوه يا باشا. الو يا كريم. ايوه استلمت حضرتك. ايوه يا صديقي، قول لي بقى استلمت الشقه بتاعتك فين بالظبط؟ شقه مدينه اسوان. في اسوان. انا عارف اسوان. فين بقى في اسوان يا باشا؟ في منطقه اسمها العلائي. عارف انا العلاقي. طب حلو، قول لي بقى الشقه كويسه؟ والله هو تشطيب بسم الله ما شاء الله، تشطيب كامل. تشطيب كامل بكل حاجه، يعني بفرشها بكل حاجه. حلو جدا. والشقه مفروشه كويس؟ الشقه حضرتك الفرشي بيوصل على طول فوري. والاجهزه موجوده؟ يعني البوتاجاز والغساله والثلاجه والاجهزه كلها موجوده يا فندم. في تلفزيون؟ التلفزيون ارجوك لازم يكون في تلفزيون عشان تشوفنا. موجود يا فندم، كل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. طيب بخصوص البيت بتاعك، انت اصلا منين يا كريم؟ انا اصلا من انا اصلا من منطقه اسمها ابو الريش. من ابو الريش. اسوان. انا عارف. آه. طيب وان شاء الله المفروض بقى انه هيتم اعاده بناء البيت مره تانية. المحافظه جات لي، والنائبه نفسها نائبه المحافظ جات عندي حلو، وبرضه يعني بصراحه وقامت معايا بالواجب وشافت الحاله وشافت الدنيا عامله ازاي واهتمت بالامر والحمد لله. الحمد لله. طب انت مش عايز اي حاجه يا كريم؟ والله انا عايز سلامتكم. انت ربنا معاكم. سلمك. انت ربنا ربنا معانا جميعا وربنا يوفقك يا رب. ربنا معاكم كلكم، معاكم كلكم، احنا مش عايزين حاجه الا ربنا يحميكم. يا حبيبي يا كريم اشكرك الف وبشكر الف شكر. بشكر وبشكر الرئيس برضه، بشكر رئيس الحكومه والوزراء كلهم. ربنا يكرمك يا رب باذن الله. الشكر دايما يفضل موصول، الشكر لله سبحانه وتعالى اولا وطبعا لكل المسؤولين، الرئيس، رئيس الوزراء، المحافظ. الحقيقه يعني ربنا يا رب يعني يكرمهم على سرعه التحرك. اشكرك جدا يا كريم. كريم سمير احد اهالينا في اسوان اللي تم تسكنهم في الشقق في منطقه العلائي. يعني انا عارف الحته هناك اصلي وعارف الشقق وعارف، ما احنا لفينا لفه برضو كانت تمام.